صبري هروح لك نقطة مهمة جدا، وهي يمكن حصلت امبارح. يعني كل الناس بعد خسارة الأهلي امبارح مثلا قال لك إن الأهلي استسهل المباراة وكان رايح واثق من الفوز والكلام ده كله، هل الزمالك ممكن يبقى موجود الكلام ده النهارده، ولا الموضوع هيختلف اختلاف كلي بعد خساره الاهلي امبارح؟ لا طبعا هيختلف اختلاف كلي، وزي ما حضرتك قلت يعني بعد خساره النادي الاهلي امبارح هتبقى دي درس لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني، ان المباراه اللي انت شايفها سهله فممكن تتصعب عليك بايدك انت، ممكن تصعب المباراه عليك كجهاز فني، وبايدك انت كلعيبه ممكن تصعب برضو المباراه عليك بعدم الجديه داخل الملعب. خد بالك انت هتقابل فريق دايما الفريق اللي بيحس ان هو اضعف فنيا من الفريق اللي بيقابله بيلعب بروحين، اللعيبه بتأدي بشكل ممكن يكون غير معتاد على امكانياتهم الفنيه، فبالتالي بتلاقيهم بشكل مغاير تماما لو انت ما قابلتش الكلام ده من البدايه خالص. صح. بالجديه وبالتركيز سواء في النواحي الهجوميه، تركيز من اللعيبه اللي شغاله من الخط اللي قدام الخماسي اللي قال عليه الكابتن احمد ان لو جات لك اي فرصه ممكن تخلصها من بدايه المباراه او في النص ساعه الاولانيه من المباراه فهتسهل الامور على نفسك، النواحي الدفاعيه ان انت تقلل الكرات الثابته اللي ممكن تبقى في الجناب علشان ما يستغلهاش الفريق وتعمل لك مشكله فيما بعد، فهتسهل برضو المباراه على نفسك. الجهاز الفني برضو هو انا شايف من خلال التشكيل ان هو مهتم جدا بان هو خلص المباراه من البدايه، مهتم جدا بالنواحي الدفاعيه بوجود دونجا وعبد الغني الاثنين مواصفاتهم دفاعيه، علشان لو قدر الراجل او عايز الراجل ان هو يغير في طريقه اللعب ل 4-3-3 يقدر يزق المسلوسي ناحيه اليمين ويرجع عبد الغني مساك جنب حسام عبد المجيد، وجود حاتم سكر اشول يلعب باك ليفت عادي، وجود رؤى ووجود عمرو السيسي جنب دونجا او عبد الغني كان ممكن ما يعملوش ان هو يغير الطريقه دي من داخل الملعب، فهو عامل كل السيناريوهات والاحتمالات باللعيبه اللي موجوده جوه الملعب ان النواحي الهجوميه بتاعتي تبقى على اعلى مستوى بوجود زياده عدديه بخماسي ممكن يتقدم معاهم المسلوسي او دونجا او حاتم سكر كمان، وفي النواحي الدفاعيه هو مامن نفسه بالثلاثه اللي من تحت المسلوسي وحسام وسكر، وقدامهم هيبقى دونجا وعبد الغني، عبد الغني هيبقى ثابت اكتر من دونجا وممكن دونجا كمان يعمل الزياده مع الخماسي اللي من قدام، فهو الراجل مركز كويس من خلال تشكيله من خلال الافراد اللي موجوده جوه الملعب. وجود مصطفى شلبي طبعا هيفرق جدا مع نادي الزمالك النهارده، ولكن محتاجين ان اللعيبه دي من بدايه المباراه يبقى في جديه وفي تركيز جدا في النواحي الهجوميه وفي النواحي الدفاعيه.